السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيكشن النهاردة إن شاء الله هنشرح الستيدي كونفكشن ديفيوجن بروبلمز، نفس شغل السيكشن اللي فات اللي هو كنا اشتغلنا الديفيوجن لوحده واللي جاي في المترم ده هيبقى شغل الفاينل إن شاء الله، نفس الوضع نفس الترتيب نفس الخطوات مع زيادة شوية حاجات. فيا ريت تمسك ورقة وقلم وتكتب ورايا كل كلمة وتحل بنفسك المسألة أكتر من مرة، تتأكد إن أنت بتحل المسألة من أولها لآخرها بنفسك، وتراجع الحل اللي أنت بتعمله مع اللي إحنا بنشرحه، وتراجع برضو البي دي إف بتاع المحاضرة عشان تتأكد إنك شغلك مظبوط وما تنقصش أي حاجة. دايما كده عايزين نبقى عارفين ان احنا زي ما قلنا من بدايه الماده خالص اللي احنا بندرس بوينت اليمنت، اليمنت في النص كده اكس واي زد، وقبله في الاتجاه اكس يعني قبله دبليو وبعده الاي اللي هو الويست والايست، نفس الكلام في اتجاه واي هيبقى اللي بعده اللي هو النورث اتجاه الشمال يعني، واللي قبله اللي هو الساوث اللي هو اتجاه الجنوب، وفي فوق وفي تحت، واحنا هنستخدم بس في الشغل بتاع الامتحان اللي هو الوان دايمنشن، ممكن يكون في اتجاه اكس ممكن يكون في اتجاه واي بس في الغالب في اتجاه اكس، وطلب منكم طبعا في التقرير انك تشتغل تو دايمنشن اكس واي في بالوضع ده، فتبقى متخيل اللي احنا بنعمل ايه. احنا من بدايه الماده واحنا بنتكلم على point element. السيكونس بتاع الحل بتاعنا او الشغل بتاعنا ان احنا بنعمل ايه؟ بحدد حاله معينه بدرسها، بطبق عليها الجفرنينج ايكويشنز اللي احنا استنتجناهم في الاول خالص، وبعدين احول الايكويشن دي من صوره تفاضليه الى صوره جبريه، وبعدين احل المعادلات الجبريه، وبعدين نرسم العلاقات. نفس اللي عملناه في شغل المتر هنعمله برضو في شغل الفاينل. طب ايه هي الحاله اللي معانا اللي هي الكونفكشن ديفيوجن دي؟ تخيل عندنا ماسوره ماشي فيها فلو، والفلو ده درجه حرارته متغيره وهو ماشي مثلا بسرعه معينه، فعايزين ندرس توزيع درجه الحراره وهو ماشي مثلا. ده تبقى متخيل لو حابب تفهم احنا بنعمل ايه، بس احنا هنشتغل بشكل جنرال على معادله جنرال اللي هي فيها الفاي دي، نفس الوضع بتاع المترم بالظبط، مع اختلاف بس ان احنا بدل ما كنا بنتكلم على ديفيوجن لوحده هنتكلم دلوقتي على كونفكشن ديفيوجن. راجع كده مساله الشيت هتلاقي نفس الاسطمبه بتاعت امتحان المترم، هي نفسها نفس المساله بتاعه الفاين. اول مطلوب فيها تمشي المساله خطوه خطوه كده واحده واحده، اول مطلوب فيها اللي هو ايه؟ ان احنا نبسط المعادله لان هي تكون ستيدي وفري سورس، مفيش سورس ترم، وتكون وان دايمنشن. اول حاجه ستيدي وفري سورس، ان الترم بتاع الانستيدي ده يبقى بصفر، والترم بتاع السورس الترم ده ايه؟ يبقى بصفر. ويبقى معايا هنا الكونفكشن والديفيوجن، دي المساله بتاعت الايه؟ الكونفكشن ديفيوجن. في المساله اللي فاتت في السكشن اللي فات او في شغل المتر كان بيبقى معانا الديفيوجن بس، ما كانش فيه عندنا كونفكشن. طيب بعد الخطوه اللي بعد كده ايه؟ في الحل لازم تحل بشكل منظم وتبين انك فاهم الحل اللي انت بتعمله. فنفك النبله دي او نفك الصوره الكومباكت دي للمركبات بتاعت اللي هي اكس واي وزد. طبعا ده دوت برودكت بيدينا حاجه سكيلر، مش بتقوليش فين الاي والجي وكي، ده انا بضرب دوت برودكت الاثنين فيكتور فيطلع لنا الصوره دي، ده الترمات بتاعت الكونفكشن ودي الترمات بتاعت الديفيوجن. لازم تكتب وتقول فور وان دايمنشن هنبسط العلاقه وتبقى بالشكل ده، الواي والزد يطيروا ويبقى لي بس في اتجاه اكس. طبعا كان بارشال لان في تغير مع اكس واي وزد، بما ان التغير اصبح مع اكس بس، التغير مع متجه واحد بس، او يعني التغير كله مع حاجه واحده بس، فاذا التغير معاها هو التغير كلي، فيبقى دي مش بارشال، لان بارشال اللي بيقول لي تغير جزئي، فلو قلت بارشال باي بارشال اكس يبقى في تغير اخر مع حاجه ثانيه، ومفيش لا في تغير مع زمن لانه سي دي، ولا في تغير مع الواي وزد لانه وان دايمنشن. فلازم نعمل الترتيب ده، ولازم تكتب وتوضح في الامتحان انت بتعمل ايه بين الخطوه الثانيه. تكتب ان انت تقول هنا ان فور وان دايمنشن، هكتب المعادله دي انا هنا في اللي باين قدامك ده سلايد وانا بشرح عليه، ففي كلام بيتقال مع اللي مكتوب على السلايد، انما في الامتحان انت هيتصحح لك على اللي مكتوب بس، فلازم توضح اللي انت كاتبه ده عباره عن ايه. فده اول مطلوب في المساله. المطلوب ده مش مبني عليه المطلوب اللي بعد كده، لا المطلوب اللي بعد كده مطلوب منفصل، فما تاخدش الخطوه دي وتكمل عليها المطلوب اللي بعد كده. الناس عملت كده في المتر المناصف، فنخلي بالنا فيها في الفاينل ان شاء الله. فما تجيش بقى تاخد الحاجه السكيلر دي وتطبق عليها الدايفرجنس سيرم، لا المفروض تطبق الدايفرجنس سيرم على الصوره العامه اللي هي اللي فيها الدايفرجنس دي. دي حاجه مهمه جدا نخلي بالنا منها زي ما هنشوف. بس هنا في حاجه زياده في الشغل بتاع الشطره ده، ان انا قبل ما ادخل على الحل لازم احسب حاجه اسمها بيكلت نمبر، ده طبعا هيظهر معانا واحنا شغالين، واشوف قيمته عامله ازاي، وعلى اساس قيمته دي وعلى اساس قيمه السرعه او اشاره السرعه الحل بتاعنا هيتغير. فتعالوا الاول نبص على بقيه المساله. لازم يكون معطى في المساله جدول بالشكل ده، الجدول ده لازم تكون فاهم القيم اللي فيه عباره عن ايه والحاجات اللي مكتوبه دي عباره عن ايه. فمبدئيا كده تبقى عارف الكلام ده، اللي هو طبعا اللي ظهر عندك ده اللي هو بالاحمر دوت مش موجود عندنا في الامتحان او مش موجود في مساله الشيت يعني، بس تبقى عارف الكلام ده. الانفلو باوندري كونديشن اللي هي الفاي نوت اللي هي الفاي عند اكس بيساوي صفر،
والاوت فلو باوندري كونديشن اللي هي فاي ال، فاكرين الكلام ده؟ فاي نوت فاي ال او فاي اي وفاي بي على حسب ما يقول في المساله، ويحدد ان هي الدريتشلت باوندري كونديشنز اللي اتكلمنا عليها قبل كده. فبيقول لي ان الفاي نوت بصفر والفاي ال بواحد. الدنس اللي هي الرو اللي هي الكثافه هتظهر معانا واحنا شغالين ب1 كيلوجرام لكل متر مكعب، مش كاتب الوحدات بس بعرفها برضو. جاما اللي هي الديفيوجن كوفيشنت اللي هي ممكن تكون الكي اللي هو الثيرمال كوندكتيفيتي اللي وحدته واط لكل متر كلفن، او الفيسكوستي اللي هي وحدتها باسكال ثانيه او كيلو جرام لكل متر ثانيه. وقيمته هنا في المساله معطى 1/10 ومش معطى ليها واحده، وده مش هنحتاجه واحنا شغالين في الحال، بس تبقى عارف الكلام ده. يعني الانلت فيلوسيتي السرعه اللي داخله وهتبقى ثابته واحنا شغالين، اليو باتنين معطى قيمتها باتنين، ووحدتها طبعا انت عارف ان هي متر على الثانيه. خلي بالك اليو معطى هنا رقم اهو، واحيانا ممكن يكون رقم سالب، فهنا دي اليو دي هنا موجبه. مهم جدا موضوع ان اليو موجب ولا سالب، دي هيفرق معانا جدا في الحل. هنعمل ايه بالارقام دي؟ هنحسب حاجه اسمها بيكليت نمبر، وده هيظهر معانا في الشغل. اول حاجه هفرض، هعمل كده اسيوم ان ال اللي عندي طول الحاجه اللي انا بدرسها او طول الاليمنت اللي عندي او طول الدومين بتاعي 1 متر. اذا الدلتا اكس اللي هو الـ 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 البعد او السكنس بتاع الفوليوم اللي هاخده هيبقى عباره عن ال الطول على نمبر اوف اليمنتس اللي هو يقول لي في الامتحان اللي هو في الغالب 5. فاذا 1 متر على 5 هيديني 2/10 متر. اذا دي قيمه الدلتا اكس. اذا نقدر نحسب بقى بيكليت نمبر ان هو عباره عن رو في يو في دلتا اكس على جاما، رو في يو في دلتا اكس على جاما. طبعا هو يعني هو حفظ كده بالشكل ده، بس هو من غير ما تحفظه حتى هيظهر معاك في الاستنتاج وانت شغال. عباره عن حاصل ضرب رو في يو في دلتا اكس على جاما، رو بواحد. ارجع كده للجدول وخد القيم من الجدول والدلتا اكس اللي انت حسبتها، يو باتنين. خلي بالك يو موجب او سالب، حط قيمتها بس. بيكليت نمبر ده حاجه كده زي ايه، رينولدز نمبر او براندل نمبر، قيمه دايمنشنال نمبر ليه قيمه معينه، ملوش اتجاه بقى، ملوش اشاره. فالاشاره دي بتاعت السرعه تظهر معانا في المعدات، هتغير في اشاره المعادله ولكن ما تغيرش في اشاره البيكليت نمبر. البيكليت نمبر يطلع رقم، رقم دايما رقم موجب، ما احطش قيمه اليو. ده الماجنتيود بتاع اليو اللي هو الاثنين، ولو اداني في المساله سالب 2 احط 2 برضه. في دلتا اكس اللي حسبتها ب 2/10 على جاما معطى ب 1/10 يطلع بيكليت نمبر ب 4، 4 اكبر من 2. اذا انا هشتغل بالاب ويند سكيم. ايه ده؟ بص كده بشكل عام، لو بيكليت نمبر طلع معاك اقل من 2 هنستخدم حاجه اسمها سنترال سكيم. وتقول كده يعني انت تحسب بيكليت نمبر وتقول له اذا هستخدم الاب ويند سكيم او السنترال سكيم. واحنا هنشوف دلوقتي واحنا شغالين ايه الفرق بين الاب ويند سكيم والسنترال سكيم، هنحل بالطريقتين، بس انت في الامتحان هتحل بطريقه واحده بس، حاجه واحده بس. فلو طلع معاك بيكليت نمبر بناء على القيم اللي معطاه في المساله بقيمه اقل من 2، اقل من 2 لازم نستخدم حاجه اسمها سنترال ديفرنس، سنترال ديفرنس سكيم، وده هنشرحه واحنا شغالين. طب لو طلع بيكليت نمبر اكبر من او يساوي 2، اكبر من او يساوي 2 زي ما هو طلع معانا هنا 4، استخدم حاجه اسمها الاب ويند ديفرنس سكيم. ده هنشرح ده واحنا شغالين. بس انت وانت بتحل المساله في الامتحان هتحل على حاجه واحده بس، يعني حاله واحده بس، مش هتحل كل اللي احنا هنعمله في السكشن ده. فرجاء تحل كل الافكار او كل الانواع وتبقى مستعد لاي فكره في الامتحان تجي لك. طيب احنا حددنا بقى قيمه بيكليت نمبر وعلى اساسه حددنا الطريقه اللي هنشتغل بيها، نبدا نحل بقى. المطلوب الثاني في الحل بتاع المساله ان احنا نحل باستخدام ايه؟ الفاينايت فوليوم ميثود. طبعا لما اجي اطبق الفاينايت فوليوم ميثود لازم اطبق الدايفرجنس ثيرم. هتقول يوزنج دايفرجنس ثيرم، اجي اطبق بقى الدايفرجنس ثيرم اطبقها على ايه؟ اطبقها على الدايفرجنس، ما اطبقهاش على قيمه سكيلر، اطبق على دايفرجنس الفيكتور. التكامل الحجمي لدايفرجنس الفيكتور اقدر اشيله واحطه مكانه ايه؟ التكامل السطحي للفلكس بتاع الفيكتور ده. فانا عندي دلوقتي المفروض ان الكونفكشن بيساوي الديفيوجن، وده دايفرجنس فيكتور وده دايفرجنس فيكتور. فاشيل التكامل الحجمي واحط تكامل سطحي، اشيل التكامل الحجمي واحط تكامل سطحي، واشيل الدايفرجنس فيكتور واحط الفلكس بتاع الايه؟ بتاع الفيكتور، حيث الان دي عباره عن فيكتور دوت، ولازم تحط الدوت دي، وهنا يبقى جوه فيكتور كده، وما تحطليش بقى يو فيكتور اي مثلا او جي زي ما الناس عامله في الميدترم، او هنا عاملينها في الميدترم يعني الان بار ان بس كده في جاما نابله فاي اي. ازاي اي دي جوه النابله، جوه النابله، ما تكتبش نابله ومعاها اي، الاي دي لسه تتكتب لما تعمل حاجه اسمها الوان دايمنشن. لازم اشتغل بقى ابسط المعادله دي للوان دايمنشن، لما اكتب الكلام ده بشكل عام كده للدايفرجنس، وبعدين نقول لازم اقول فور وان دايمنشن ان اكس دايركشن اللي هو ايه اللي عليه، ممكن يقول واي دايركشن. فانا هنا بقى الشغل هيتغير، فتركز في المعطى المطلوب منك او مطلوب منك تعمل ايه بالظبط. فلازم طبعا واحنا شغالين لازم وانت بتحل المساله دي او في الجزئيه دي لازم توضح الدريتشلت باوندري كونديشن اللي هو معطاها لك في المساله، لازم هيحدد في المساله ان هي فاي نوت او فاي ال او فاي اي وفاي بي او ايا كان القيم اللي هيقولها لك او الرموز اللي هيقولها لك. فتقول لي ان الفاي عند اكس بيساوي صفر اللي هي الفاي نوت او الفاي اي، وفاي عند اكس بيساوي ال اللي هي الفاي ال او الفاي بي على حسب ما يدي في المساله. وطبعا لازم نعمل ديسكريتايزيشن للمساله بتاعتنا اللي هو نرسم
الدومين بتاعنا ونقسمه زي ما اتعودنا من اكس بيساوي 0 لاكس بيساوي ال، نقسمه لخمسه فوليوم اللي هو ادا اول فوليوم اهو اللي هو بعده دلتا اكس، وفي النص نحط البوينت بتاعته السنتر بتاعه اللي هو ده اول بوينت اللي هو الواحد، طبعا نصه اللي هو دلتا اكس على 2، فاحنا بنبدا بعد دلتا اكس على 2 اللي هو بعد مربع يعني او بعد 1 سم، وبعدين اسيب 2 سم مثلا او مربعين واحط النقطه 2، ده السنتر بتاع الفوليوم الثاني اللي هو بالشكل ده، وده اللي هناخده كنموذج ونحط عليه الرموز بتاعتنا. طيب وبعدين في 3 و4 و5 وبعدين الفاي ال زي ما وضحنا قبل كده. البوينت اللي هندرسها هنحط لها بي كابيتال، اللي قبلها النقطه اللي قبلها دبليو كابيتال، النقطه اللي بعدها اي كابيتال اللي هو الايست والويست. طبعا الفوليوم بتاعي حوالين النقطه اللي هو لي سيرفيس 2 سيرفيس، من ناحيه الويست اللي هو دبليو سمول ومن ناحيه الايست اللي هو الاي سمول. طيب احنا كده شغلنا تمام، تعالوا بقى نطبق العلاقه دي او نوصل العلاقه دي نكتبها لل1 دايمنشن. في ال1 دايمنشن ده فيكتور في الاي والجي والكي، هاخد بس المركبه بتاعه اي، فنكتبها بالشكل ده، لازم تكتبها بالشكل ده اللي هو ان فيكتور دوت رو فاي فيو اي، يو اي دي اللي هي المركبه اكس بتاعه الايه اليو فيكتور. نفس الكلام من الناحيه الثانيه، نابلا فاي اللي هي دي فاي باي دي اكس في اتجاه اي، خلي بالك دي لان ده مع اكس بس، فما يبقاش بارشال بقى، ولازم اكتب الاي بالشكل ده، فلازم يبقى شغلك مظبوط بالشكل ده. طب تعال نطبق بقى الموضوع ده، تعال نطبق التكامل ده، التكامل ده يعني عباره عن تجميع، فالف على الاسطح كلها جمع حاصل ضرب الكلام ده، فلازم احدد على الرسمه، لازم دي عليها درجات لو ما عملتهاش تنقص. الان فيكتور ده عباره عن ايه؟ ان فيكتور اللي هو النورمال يونت فيكتور الخارج من السطح، اليونت فيكتور العمودي على سطحه خارج منه. انا عندي كام سطح عليهم تغير اللي هو الدبليو سمول والاي سمول، تعال ما نحط كده النورمال يونت فيكتور اللي عليهم بالنسبه للايه اهو، اليونت فيكتور الخارج منه في اتجاه اكس الموجب يبقى ده عباره عن الاي. طب بالنسبه للدبليو خارج منه في الاتجاه السالب، اذا النورمال يونت فيكتور عند الدبليو سمول اللي هو سالب اي، لازم تكتبها بالشكل ده. ما حدش يقوم عامل ايه الاسهم دي خارجه من البوينت، لا الاسهم خارجه من السطح. تعال بقى نطبق الكلام ده على المعادله اللي عندنا، هنضرب دوت برودكت بين الان في الاي اللي هو هنا عند الدبليو وعند الاي، بالنسبه للدبليو هيبقى سالب اي في سالب اي في اي دوت برودكت يديني سالب واحد، واي في اي عند الاي اللي هو هيديني واحد، فتطلع المعادله بالشكل دوت. اللي هو لما نيجي نضرب دوت برودكت هتطلع لي ترمين، ترم عند الدبليو سمول وطلع ترم عند الاي سمول. بص كده هناخد الرو واليو والاريا اللي هتطلع معانا عمل مشترك بره، رو يو في اريا، يبقى لي بس هنا الفاي بالنسبه لايه؟ للترم بتاع الكونفكشن، فاي هتبقى بسالبه مع الدبليو وموجبه مع الاي سمول. طيب من الناحيه الثانيه اخد الجاما في الاريا عمل مشترك بره اهي، ويبقى لي التفاضل عند الدبليو بالسالب والتفاضل عند الاي بالموجب زي ما وضحنا قبل كده في شغل المتر. طيب تلاحظ ان الاي هي الاي، هنطير الاي مع الاي، يعني دي خطوه هنا تقوم شاطف كده الاريا مع الاريا دي وتكمل بقيه الحل بتاعك من غير وجود الاريا. خلي بالنا هنا من حاجه بس ملاحظه وهنحتاجها بعدين، يعني لو هنشتغل والسرعه سالبه، لو المعطى في المساله يو رقم سالب، خلي بالك لو يو سالب هنا لازم اخد اشاره اليو في الاعتبار، لازم اخد اشاره اليو في الاعتبار، فهيبقى هنا دي سالب يو، فالسالب ده هتبدل الاشارتين دول، فده هيبقى موجب، الفاي دبليو هتبقى موجب والفاي اي هتبقى سالب، هما المفروض سالب وموجب، واليو سالب السالب يدخل على القوس ده يبدل الاشارات، فخلي بالك من الموضوع ده، الشغل ده لمين؟ لليو الموجب. طب لو اليو سالب لا الكلام ده الاشارات دي هتتغير، حط بس سالب بره وبعدين دخلها جوه وظبط المعادله على الوضع الجديد بتاع النيجاتيف فيلوسيتي. طيب تعالوا بقى اما نكمل الحل، احنا كنا بنعمل ايه بعد كده اصلا؟ افتكر كده في شغل المتر كنا بعد ما بنوصل للعلاقه دي فبندخل بقى على نستخدم تيلور سيريز بحيث ان احنا نشيل التفاضل ده ونحط مكانه ايه؟ داله جبريه، بس بنطبق الكلام ده لمين؟ بنطبقه ثلاث مرات، مره للنون باوندري فوليوم عند 2 و3 و4، ومره للويست باوندري فوليوم اللي هي النقطه 1، ومره للايست باوندري فوليوم اللي هي النقطه 5، بحيث اطلع خمس معادلات في خمس مجاهيل ونحلهم مع بعض ونرسم الشغل اللي هيطلع معانا، فده اللي احنا كنا بنعمله، ده نفس اللي احنا هنعمله برضه. اول حاجه هنعمل ايه؟ نروح للنون باوندري فوليوم اللي هي 2 او 3 او 4، هناخد مثال اللي هو 2 ونطبق عليها ونقول بالمثل 3 و4 يطلع نفس صوره المعادله مع تغيير الارقام بتاعت الفاي. فتعالوا كده نطبق لحاله النون باوندري فوليوم. في النون باوندري فوليوم لازم ترسم، طبعا انت رسمها رسمه قبل كده فيعني مش لازم ترسمها ثاني، او ترسم بس حوالين النقطه 2 وتحط الايه الدبليو كابيتال دبليو سمول بي كابيتال اي سمول اي الاي كابيتال بالشكل ده، وتحط ان قبلها نقطه 1 وبعدها النقطه 3 بالشكل ده. دي المعادله اللي احنا عايزين نطبق عليها، فكنا بنستخدم تيلور سيريز، وتيلور سيريز كنا بنستخدمها في صوره كده اللي هي في صوره عامه، يعني اللي هو اف اوف اكس زائد دلتا اكس على 2 مثلا، او بيساوي اف اوف اكس زائد اف داش اوف اكس وهكذا. لا احنا مش هنستخدم الصوره دي تاني، هنطبق على طول، هنستخدم العلاقه على طول. بص كده انا عايز اتكلم يعني اطبق الكلام ده عند الدبليو سمول والاي سمول،
عند الدبليو سمول والاي سمول. لو اعتبرت ان الدبليو دي دبليو سمول دي هي الاف اوف اكس، هي دي الحاجه اللي عندها الاكس يعني، فالبي كابيتال بالنسبه لها تبقى عباره عن ايه؟ اف اوف اكس زائد دلتا اكس على 2، والدبليو كابيتال تبقى بالنسبه لها ايه؟ اف اوف اكس ناقص دلتا اكس على 2. فعلى طول بقى نطبق ايه؟ فاي بي اللي هي اف اوف اكس زائد دلتا اكس على 2 هتساوي فاي دبليو اللي هي اف اوف اكس زائد التفاضل عند الدبليو اللي هو اف داش اوف اكس في دلتا اكس على 2. هو دي نفس تيلور سيريز مع اهمال طبعا الايه بقيه الترمات اللي هي فيها ايه التفاضل للثاني وفي دلتا اكس تربيع على في دلتا اكس على 2 كل تربيع والتفاضل للثالث وهكذا. فهنستخدمها في الصوره دي على طول، حط دي رقم واحد عشان احنا هنحتاجها ثاني، حط ارقام المعادلات عشان ما اكتبهاش ثاني. اقول فروم واحد بقى بعد كده لما اجي اطبق ليه الايست والويست، اقول فروم واحد واستخدم المعادله مباشره ما اقعدش اكتبها ثاني بقى. نفس الكلام عند النقطه اف دبليو كابيتال اللي هي اف اوف اكس ناقص دلتا اكس على 2 بالنسبه للاف اوف اكس اللي هي الدبليو سمول. طيب المعادلتين دول لو طرحناهم من بعض، لو قلنا 1 ناقص 2 تكتب كده سبتراكتنج 1 ماينس 2 يديني العلاقه بالشكل ده اللي هو لما نطرح دي من دي بص كده ده هيطير مع ده فاي دبليو سمول تروح مع فاي دبليو سمول، وده زائد ناقص سالب يديني موجب 2 من ده في نص تحت يروحوا مع بعض يبقى التفاضل بالنسبه عند الدبليو دلتا اكس هيساوي فاي بي ناقص فاي دبليو اس مع دلتا اكس يطلع لي التفاضل عند الدبليو بيساوي الكلام. سيميلارلي تكتب كده سيميلارلي يعني بالمثل عند الاي سمول، ما اقعدش بقى اطبق الكلام ده تاني عند الاي سمول، لا على طول التفاضل عند الاي سمول هيساوي ايه؟ بص كده هو كان عند الدبليو طلعت ازاي؟ عند الدبليو فاي بي ناقص فاي دبليو على دلتا اكس، هيبقى عند الاي هيساوي ايه؟ فاي اي ناقص فاي بي على الدلتا اكس، اهي فاي اي ناقص فاي بي على الدلتا اكس، فهي نفس الكلام. رقم المعادلات عشان هنحتاج المعادلات دي تاني فما اقعدش بس استنتج فيها تاني، فاقول بقى فورم 1 فورم 2 فورم 3 فورم 4 او باستخدام المعادله دي او باستخدام المعادله دي، فعلى طول نستخدمهم بعد كده بالاشاره ليهم، لازم تعمل كده في الامتحان. طيب انا كده جبت التفاضلات عند الدبليو والاي بدلاله قيم الدوال عند البي كابيتال والدبليو كابيتال والاي كابيتال اللي هي 1 و2 و3 و4، دي النقط اللي انا عايز احط بيها الدوال او اطلع المعادلات كداله فيها يعني. ما زال في مشكله اللي هي ايه؟ الفاي سمول والفاي اي الفاي دبليو سمول والفاي سمول اللي هو دول دي قيم الدوال عند الايه؟ القيم البينيه دي اللي هي الدبليو سمول والاي سمول دي مش انا مش عايزهم في حاجه، انا عايز الفاي 1 والفاي 2 والفاي 3 والفاي 4 والفاي 5 ده المطلوب ان انا عايز احسبه، فمحتاج اشيل الفاي دبليو سمول واحطها بدلاله فاي 1 وفاي 2 او واحده منهم يعني. نفس الكلام الفاي سمول ده بيعتمد بقى هنا هيظهر الفرق بقى بتاع استخدام الابوند سكيم يعني. لحد هنا انا ما فرقتش لحد دلوقتي انا شغال ابوند سكيم ولا سنترال سكيم، نفس الكلام في الحالتين. هيفرق هنا بقى استخدام الابوند سكيم والسنترال ديفرنس مع الدبليو والاي، بس قيمه الفاي دبليو والفاي اي دول بس اللي هيفرقوا في الحل بالابوند او بالسنترال، فيما عدا ذلك كل حاجه زي ما هي. فالفاي دبليو سمول هشيلها واحط مكانها ايه؟ على حسب. لو ابوند سكيم اشوف بقى السرعه موجبه ولا سالب، ابوند سكيم ده اللي هو ايه؟ شوف اتجاه السرعه واشيل قيمه الفاي واحط الفاي اللي الفلو عدى عليها قبلها، الفاي اللي قبلها يعني النقطه دبليو سمول دي النقطه اللي قبلها، هتقول لي الدبليو كابيتال ماشي دي النقطه اللي قبلها ايه كبوزيشن في اتجاه اكس يعني، انما النقطه اللي الفلو عدى عليها قبلها على طول يعني لو الفلو موجب لو اتجاه الفلو موجب يعني السرعه ماشيه في اتجاه الموجب بالشكل ده فالفلو هيعدي على الدبليو كابيتال وبعدين الدبليو سمول، لو الفلو سالب يعني السرعه سالبه يعني الفلو ماشي في اتجاه سالب يعني ماشي كده هيعدي على مين الاول قبل ما يروح للدبليو سمول؟ هيعدي على البي كابيتال. فهنا مهم جدا اتجاه السرعه موجبه ولا سالبه، فلو اتجاه السرعه موجبه هنقول ان الفاي دبليو سمول اشيله واحط مكان الفاي اللي الفلو عدى عليها الاول اللي هي الفاي ايه؟ دبليو كابيتال. طب الفاي ايه سمول؟ بص كده الفاي ايه سمول لو الفلو موجب السرعه موجبه الفلو هيكون عدى على ايه النقطه اللي الفلو هيعدي عليها قبل ما يروح للاي سمول اللي هي الفاي بي؟ اهي اشيل الفاي ايه واحط الفاي ايه واحط مكانها الفاي بي في المعادله دي. ها نستخدم التفاضلين دول نشيلهم من هنا ونحط مكانهم الدوال ونشيل برضو الدوال دي باستخدام العلاقه دي فيطلع لنا الشكل ده. طيب الشكل ده هيظهر معانا ايه؟ في دلتا اكس ظهرت اهي مع الجاما، اضرب في دلتا اكس الناحيه الثانيه واقسم على الجاما وصفي المعادله دي كده بص شوف هيطلع معانا بالشكل ده، شوف رو في يو في دلتا اكس على جاما، فاكرين ده؟ ده اللي هو ايه؟ بيكيت نمبر بيظهر معاك كده كده يعني وانت المفروض تبقى حافظه يعني بس كده كده هيظهر معاك وانت شغال في استنتاج المعادله. فهنشيل الكلام ده ونقول ايه؟ ان انا عندي بيكيت نمبر بالشكل ده وده اسمه بيكت نمبر، وطبعا احنا حسبناه في الاول مش هحتاج احسبه تاني بقى، انا لازم احسبه في الاول اصلا عشان احدد انا هشتغل بالابوند سكيم ولا بالسنترال ديفرنس، وقيمته باربعه بالشكل ده. نصفي المعادله نحط البيكت نمبر هنا والفاي دبليو دي مع الفاي دبليو دي والفاي بي بي تروح مع الفاي بي ونصفي المعادله بالشكل ده. ظهر معانا ان الفاي دبليو مضروبه فيه 1 زائد بيكت نمبر والفاي بوينت مضروبه فيه 2 زائد بيكت نمبر وفيها في اشاره جنبها سالب والفاي اي ما فيش جنبها حاجه بالشكل ده. خلي بالك لو البيكت نمبر بيساوي صفر بص كده حط البيكت نمبر بصفر
هتلاقي ده فاي دبليو ناقص 2 فاي بي زائد فاي اي بيساوي صفر. دي المعادله اللي كانت طلعت معانا قبل كده اصلا في شغل الديفيوجن، بس في الشغل بتاع الترم اللي فات. يعني البيك نمبر هيظهر معايا بس لو عندي كونفكشن. فخلي بالك اصلا البيك نمبر عباره عن نسبه بين الكونفكشن والديفيوجن، النسبه بين الكونفكشن والديفيوجن. فكل ما قيمته تزيد يبقى تاثير الكونفكشن يظهر، وكل ما قيمته تقل يبقى تاثير الكونفكشن يقل يختفي، يعني يبقى تاثيره قليل. كل ما قيمته تقرب من الصفر او لو بقت صفر اصلا يبقى مفيش كونفكشن اصلا، يبقى عندي ديفيوجن بس. طيب دول كام معادله؟ دي كام معادله؟ دي ثلاث معادلات زي ما قلنا قبل كده. دي المعادله بتاعت النون باوندري فوليوم اليمين 2 و3 و4. لازم تكتب جنبها كده، لازم بعد ما تعملها ما تستناش للاخر، لا بعدها على طول تشيل ال W وال B وال E وتحط مكانهم الارقام اهي 1 و2 و3 اهو، وتطبق نفس الكلام للنقطه 2 و3 و4. ما هو انت مش مطبق ال2 الكلام ده عند 2 بالمثل عند 3 وبالمثل عند 4، فهي لو عند 2 طلعت ايه 1 2 3 اهي W B E، لازم تحطهم بالترتيب ده عشان يمشوا ايه 1 2 3. طب بالنسبه ل 3 هتبقى ماشيه 2 3 4 2 3 4. طب بالنسبه للنقطه 4 هتبقى 3 4 5 وهكذا. يبقى انا كده طلع معايا ايه خمس معادلات. خلي بالك احطهم بالارقام بقى، نمبر 4 1 زائد 4 ب 5 و2 زائد 4 ب 6. يبقى احنا كده تمام عملنا اول خطوه في الشغل بتاع الايه تحويل الصوره التفاضليه الى صوره جبريه، وطلعنا اول ثلاث معادلات معانا اللي هم نون باوندري فوليومز 2 و3 و4. طيب لسه الويست باوندري فوليوم اللي هي نقطه 1 والايست باوندري فوليوم اللي هي النقطه 5، ليهم شغل مختلف شويه. بس قبل ما ندخل عليهم او قبل ما نشرحهم يعني كسكشن، هوضح لك لو كانت السرعه سالبه هتعمل ايه، ولو كان بيكلي تمبر اقل من 2 هتستخدم طبعا سنترايز سكيم اللي هيفرق. فانت يا ريت تعمل كده بنفسك، يعني تحل في اكتر من ورقه، حل الحل بتاع الابوند سكيم مع سرعه موجبه، حل لوحده في صفحه لوحده في اكتر من صفحتين ورا بعض يعني، والابوند سكيم مع سرعه سالبه لوحده مع نفسه كده، ما تعملش زي السكشن وتحط ايه كل خطوه الانواع المختلفه مع بعضها، لا كل طريقه او كل حاله حلها من اولها لاخرها بشكل كامل، واتدرب مع نفسك كده انك تحل اي حاله منهم لوحدك، وتراجع طبعا مع الحل معروض عندك على السكشن. فطبعا كشرح انا هشرح كله مع بعضه مره واحده كده. طيب الحل لو كانت ابوند سكيم زي ما انا البيك نمبر 4 عادي بس السرعه سالبه، ايه اللي هيتغير؟ بص كده نفس الحل ونفس كل حاجه، مش هيتغير بس غير ايه؟ لما السرعه تبقى سالبه هنا الاشاره السالب ده هتبدل الاشارات، دول كانت سالب وده موجب هيتبدل، وقيم الفاي دبليو والفاي اي اللي هو الشغل اللي انا اشيل الفاي دبليو والفاي اي دول هم اللي هيتغيروا، انما السنتر التفاضلات هي مش هيتغير فيها اي حاجه. فبص كده لو السرعه سالبه الفاي دبليو هشيلها احط مكانها مين؟ لو السرعه سالبه انا ماشي كده الفلو عدى على مين الاول قبل الفاي دبليو؟ الفاي بي. نفس الكلام الفاي اي، الفاي اي الفلو عدى على ايه قبلها؟ الفاي اي كابيتال اهو. اعوض هنا ويطلع لي طبعا معادلات معادله صوره مختلفه طبعا غير المعادله اللي فاتت، ونفس الكلام اطبقه على الثلاث نقط 1 و2 و3 يطلع معايا ثلاث معادلات بالشكل ده. طبعا في الامتحان انت هتعمل حاجه مره واحده، يعني تطلع الثلاث معادلات دول مره واحده، يا اما في الامتحان يا اما تكون السرعه موجبه سالبه، مش هيقول لك حل كل المرات دي، انا بوضح لك لو حصل اختلاف هيحصل معاك ايه، فانت حل بقى كل حاله لوحدها. طيب لو افترضنا ان بيكليت نمبر اقل من الاثنين، المفروض اشتغل بايه؟ بالسنترال سكيم. ايه بقى قصه السنترال سكيم؟ هي نفس القصه برضو، الشغل التفاضلات هو هو، الورسيز ما فيش فيه اي اختلاف. المعادله برضو نفس الكلام ده على حسب بقى السرعه موجبه ولا سالبه، هي موضوع السرعه موجبه ولا سالبه دي، لو موجبه دي السرعه العاديه اللي في الاول، لو سالبه هتبدل الاشارات. طيب قيمه الفاي دبليو والفاي اي دول هيتغيروا في ايه بقى؟ هيتغيروا بطريقه التعويض عنهم. الاب ويند سكيم انا كنت بقول شوف ايه الفلو عدى على ايه الاول واشيل النقطه واحط اللي قبلها او اللي بعدها، لا ده انا بص هشيل النقطه واحط متوسط بين القيمتين اللي هي بينهم، او اعمل ايه؟ لازم تكتب كده كده المعادله 1 و2 اجمعهم على بعض بجمع المعادله 1 على 2، جمعهم كده شوف الترم ده نفس الترم ده وده موجب وده سالب يروحوا مع بعض، فيديني 2 فاي دبليو سمول بيساوي ده زائد ده فاي بي زائد فاي دبليو. اذا الفاي دبليو اقدر اشيلها مكانها اشيلها واحط مكانها ايه؟ متوسط القيمتين اللي هي بينهم اهي فاي دبليو وفاي بي اهي فاي دبليو سمول متوسط القيمتين اللي هي بينهم بالمثل. بص كده الفاي اي هتبقى عباره عن ايه؟ متوسط القيمتين اللي هي بينهم اللي هي البي كابيتال والاي كابيتال اهي، فاشيل الفاي دبليو واحط مكانها الكلام ده اهو، واشيل الفاي اي واحط مكانها الكلام ده اهو، نفس الكلام هي نفس السيكونس بتاع الحل بس اختلاف، بس انا بشيل الفاي دبليو سمول دي واحط مكانها ايه على حسب انا ابوند سكيم موجب ولا سالب ولا سنترال سكيم، وبرده على موضوع اليو موجب وسالب ده هتفرق برده في الابوند سكيم في السنترال ديفرنس في حاجه، هي لو اليو سالب ايه اللي هيتغير؟ اشاره هنا بس ده موجب تمام كده، سالب هيتغير، انما الحل هو هو الحل، الحل هي كلها اتغير بس هنا الاشاره بس.
طيب ودي حاجه انت اعملها انت بقى، يعني اعملها في خطوه منفصله كده لو اليو سالب، وانا هقول لك برضه هيطلع عامل ازاي، بس مش هعرض حل الموضوع الايه السنترال ديفرنس مع يو سالب. اللي هتغير بس الاشاره هنا سالب، سالب سالب، هتلاقي ظهر عندك في الاخر بدل من دي موجب بقت سالب، وبدل ما دي سالب بقت موجب، بس كده. يعني ده الاختلاف اللي هيطلع معاك في الاخر، اعملها بنفسك كده وشوف هتطلع معاك ازاي. طبعا لما يطلع معانا المعدل في الاخر بالشكل ده، نعوض عن قيمه بيكلت نمبر. انا حطيت هنا بيكلت نمبر بنص قيمه من عندي كده، مش الكلام ده مش في الشيت يعني. يعني شلت اليو اللي هي باتنين وحطيتها بربع، فطلع معايا البيكلت نمبر بنص بالشكل دوت. فيعني اقدر استخدم بقى سنترال سكيم. فنعوض بقى عن قيمه بيكلت نمبر فيطلع لنا المعادلات بالشكل ده. دول ثلاث معادلات بتوع النون باوندري فوليوم. احنا كل ده بنتكلم على خطوه واحده اللي هي النون باوندري فوليوم، وانت هتعملها مره واحده. انا بشرح لك بس الطرق المختلفه ليه. نفس الكلام بقى ندخل على النقط الاخرى اللي هي الويست باوندري فوليوم، ولازم نرسم رسمه جديده للويست باوندري فوليوم ونحط النقط بالشكل الجديد. الويست باوندري فوليوم اللي هي عندها الفاي فاي نوت، فده يبقى فاي دبليو سمو، مفيش دبليو كابيتال بقى. ونقطة واحدة اللي هي الفاي بي، دي البوينت بتاعت الفوليوم اللي انا بدرسه اللي هو الويست باوندر فوليوم، وده الاي سمول وده الاي كابيتال اللي هي النقطة 2. مش لازم ارسم بقية الرسمة بقى، هنرسم بس الجزء ده بس مع الويست باوندر فوليوم. نفس المعادلة لو اليوم موجبة هتبقى بالشكل ده، ولو سالبة طبعا متغيرة. انا لسه بحل نفس مسألة الشيت اللي هو اب ويند سكيم اللي هو بيكلت نمبر بيساوي 4 وسرعة موجبة. طيب بالنسبة للتيلور سيريز تفاضلات بقى عند الدبليو والاي، الاي هتبقى هي عادي زي ما هي مفيش فيها اي مشكله، بس الدبليو بقى هتبقى ايه، هيبقى فيها اختلاف. اروح للمعادله واحد، روح كده ارجع للمعادله واحد، المفروض تكون كاتب ورايا، ارجع للمعادله واحد هتلاقي ان انت تقدر تشيل التفاضل وتحط مكانه ايه، فاي بي ناقص فاي نوت على دلتا اكس على 2. نفس الكلام اللي كنا بنعمله في الميد ترم، فكده نقدر نشيل التفاضلات ونحط مكانها الدوال بالشكل ده. نفس الكلام اللي عملناه برده في الفاي دبليو والفاي اي، مش ده اب ويند سكيم وسرعه موجبه، فشيل الفاي دبليو وحط الحاجه اللي قبلها. ايه اللي قبلها؟ مفيش حاجه قبلها، ده هي يعني بالنسبه للاتجاه الموجب. يعني لو انا ماشي كده في يوم موجبه، فالمفروض ان الفاي دبليو دي اشوف ايه اللي الفلو عدى عليه قبلها واحط قيمه الحاجه قبلها. مفيش حاجه قبلها، ده هي الفاي نوت، فاحطها فاي نوت هنا في الحاله دي، حاله خاصه كده يعني. طب الفاي اي ايه القيمه اللي قبلها؟ الفلو عدى عليه قبلها، فاي بي، اشيل الفاي اي واحط الفاي بي، ونعوض هنا عن الفاي دبليو والفاي اي، ونشيل برده التفاضلات ونحط مكانها الحاجات اللي طلعناها من تيلور سيريز. نبسط العلاقه برده، يظهر معانا بيكلت نمبر، دايما هيظهر معانا بيكلت نمبر. نصفي المعادله على الشكل ده ونعوض بقيمه بيكلت نمبر اللي هي باربعه طبعا، والبي والاي، البي اللي هي واحد والاي اللي هي اثنين، يطلع معانا المعادله بالشكل ده. وسيب الفاي نوت زي ما هي كده مجهوله، يعني ما تعوضش عنها بقيمه دلوقتي، عنها بقيمه لما نيجي نحل في الاخر بقى، لما اسيبها فاي نوت لحد دلوقتي. فكده دي معادله رابعه، لسه كمان معادله اللي هي المعادله الخامسه بتاعت البوينت خمسه. بس قبل ما نروح للمعادله الخامسه اللي هي الاي سباندر فوليوم، هنشوف كده لو السرعه سالبه مع الاب ويند سكيم هيبقى ايه الوضع، اللي هو لو السرعه سالبه شوف اللي هيتغير. بس نفس الكلام، هو نفس الحل ونفس كل حاجه، هنا بس السالب بس هنا بدل الاشارات والترتيب بقى. انا بشوف ايه اللي قبلها، الفاي دبليو الفلو عدى عليه قبلها، ده السرعه سالبه يبقى عدى على البي. طب الفاي اي عدى على الاي كابيتال اهو بالشكل ده، نعوض ويطلع لنا معادله مختلفه بالشكل ده، وبرده نعوض بقيمه بيكلت نمبر ونشيل البي والاي ونحط مكانهم واحد واثنين. طيب لو سنترال ديفرنس نفس، انا لسه في نفس الجزئيه انت بتحلها مره واحده طبعا زي ما وضحت لك، فارجو انك تحلها ورايا دلوقتي وانت شغال، توقف الفيديو كده وتعمل الحل اربع مرات، مره للاب ويند سكيم لما يكون سرعه موجبه، مره للاب ويند سكيم لما يكون سرعه سالبه، مره للسنترال ديفرنس سكيم اللي هو لما يكون السرعه موجبه اللي انا عرضه ده، واعمل انت بقى زود من عندك لما يكون سنترال ديفرنس والبيكلت نمبر طبعا زي ما هو خده نفس القيمه دي بنص يعني، واليو سالبه. اللي هيتغير بس ان هنا ايه الاشاره هتبقى هنا سالب، وطبعا زي ما وضحنا احنا بناخد قيمه الايه القيمه المتوسطه للنقطه اللي هي بينهم، فالاي دي بين بي واي فاخد من القيمه المتوسطه، ده فاي دبليو هي الفاي نوت، فهشيل احط فاي نوت، دي حاله خاصه كده برده. نفس الكلام الناحيه الثانيه هيظهر معانا برده في الايه في الاي سباند رول، نعوض ويطلع لنا معادله بالشكل ده. طبعا زي ما وضحنا هيطلع ايه لما تيجي تعملها، يعني سنترال ديفرنس ويو سالبه، هيطلع بس ايه ان الموجب ده يبقى سالب والسالب ده يبقى موجب، هنا برضو الموجب ده يبقى سالب، هيطلع نفس شكل المعادله بقى تغيير الايه الاشارات البينيه. نعوض برضو نفس الكلام عن قيمه بيكلت نمبر اللي هي هنا بنص، ده السنترال ديفرنس، ما تحطش هنا اربعه بقى، ما ينفعش ان السنترال ديفرنس بيكلت نمبر يبقى قيمه اكبر من الاثنين، لازم تكون اقل من اثنين، فاحنا خدناها كده ايه بنص، ونعوض بيها ونحط ايه الفاي بي والفاي اي بواحد واثنين، يبقى دي المعادله الرابعه، ده سنترال ديفرنس. طيب تعال نشوف بقى حاله الايست باوندر فوليوم، لازم ارسم رسمه جديده على الايست اللي هي النقطه 5، ونحط برده الاي سمول والبي كابيتال والدبليو سمول والدبليو كابيتال. نفس الكلام هنروح بقى نشوف تيلور سيريز، هستخدم معادلات ايه، المعادلات اللي انا محتاجها، انا محتاج التفاضل عند الدبليو اللي هو اشوف الفرق بين الاثنين واقسم على دلتا اكس، وبالنسبه للاي نفس القصه هنعمل ايه النقطه اللي قبلها، اروح بقى للمعادله 2 واقول فاي ال ناقص فاي بي على دلتا اكس على 2. نفس الكلام اللي كنا بنعمله في شغل المتر. طيب بالنسبه بقى للايه لاستخدام
الابوند سكيم مع السرعه الموجبه، السرعه الموجبه يعني ماشي كده، فالفاي دبليو دي عدى على الفاي دبليو الكابيتال اللي قبلها، طب الفاي اي عدى عليه قبلها الفاي بي اهي بالشكل ده. نعوض بقى في المعادله ونصفيها ببساطه، يظهر معانا برده بيكلت نمبر ونبسطها كده فيطلع شكل المعادله بالصوره دي، ونعوض ببيكلت نمبر والارقام بتاعتنا اللي هي الدبليو والبي اللي هي 4 و5، فتطلع معانا المعادله بالشكل ده. دي المعادله الخامسه. طبعا قبل ما نسيبها ونشوف بقى هنعمل ايه بقى في المعادلات اللي طلعت معانا، نعرف برده الحل لو السرعه سالبه، نفس الكلام اهو الحل موجود معاك، يا ريت برده تحل بايدك كل الحالات، هتغير بس الاشاره هنا والقيم اللي انت هتشيلها وتحط مكانها الفايات، يعني هيطلع معانا معادله مختلفه بالشكل ده، ويطلع المعادله في الاخر معاك بالصوره دي. طيب لو سنترال ديفرنس نفس الكلام، سنترال ديفرنس ما زلت في نفس الحل اللي هي بيكلت نمبر بنص برضو، وبستخدم بوزيتيف فيلوسيتي، بستخدم الصوره اللي هي بتاعت السرعه الموجبه. بالنسبه للدبليو سمول هيبقى المتوسط بتاع الاثنين اللي هي بينهم، بالنسبه للاي سمول عشان احط مكانها الايه الفاي ال، ونعوض ويطلع معانا معادله بالشكل ده. لما تيجي تطبقها مع نيجاتيف فيلوسيتي في حاله السنتر ديفرنس تعملها انت بقى، ده هتلاقيها سالب، ده هتلاقيها موجب، ده هتلاقيها سالب، الاشارات البينيه بس اللي هتتغير معاك، ويطلع معانا المعادله الخامسه بالشكل ده. كملخص بقى للكلام ده كله للحالات كلها، المفروض ان انت بيطلب منك في الخطوه الثالثه انك تعمل ايه؟ تكتب الالجبريك ايكويشنز، السيستم بتاع الالجبريك ايكويشنز اللي طلع معاك. هنا معروف بس كل الحالات، ده طبعا مش هتعمل كده في الامتحان، يعني انت هتعمل حاله واحده بس في الامتحان، يبقى مطلوب منك حاجه واحده بس تعملها. بس هنا ده عرض للحالات كلها، وتقدر تاخد سكرين شوت مثلا او توقف الفيديو وتبص للحلول اللي طلعت معاك وتقارن اللي انت مطلعه باللي معروض عندك دوت. وطبعا تلاحظ ان الاب ويند سكيم موجب او سالب لازم بيكلت نمبر يكون ايه اكبر من واحد، السنترال ديفرنس لازم يكون ايه اقل من واحد، وطبعا لسه في واحده كمان انت هتعملها انت بقى لما يكون ايه السنترال ديفرنس مع نيجاتيف فيلوسيتي بس اللي هيتغير، هتلاقي بقى ايه الاشارات البينيه اللي في الاقواس دي هتلاقي هي المختلفه. احنا هنشتغل على حاله واحده بس اللي هي في الامتحان طبعا او بتاعه الشيت، يعني اللي هي ايه الحاله الاولانيه خالص اللي هي بتاعه الاب ويند سكيم مع بوزيتيف فيلوسيتي. دي شويه المعادلات اللي طلعوا معانا نقدر نرسهم زي ما شفنا قبل كده برضو في شغل المتر، اللي هو نقدر نرسهم في الصوره دي صوره ماتريكس وكده، والماتريكس الكوفيشنت ماتريكس اللي هي موجوده عندنا دي نقول عليها ايه تراي دياجونال ماتريكس، في تراي دياجونال ماتريكس اهو، ده دايجونال وده دايجونال وده دايجونال، ثلاثة دايجونال والقيم بقية القيم بصفر، نبقى عارفين بس المعلومة دي. وطبعا تقدر نحلها بالإيه؟ الفورورد إليمينيشن باكورد سبستيتيوشن زي ما بناخد في شغل المعمل، بس ده مش اللي هنعمله في الامتحان. الامتحان هنعمل فيه إيه؟ هنحل بطريقة جاكوبي، طريقة جاكوبي اللي هو نروح لكل معادلة، المعادلة دي بتاعت النقطة واحد، فاخد فاي واحد لوحدها في طرف وأدي الحاجات الناحية التانية زي ما عملنا قبل كده، ونفس الكلام دي النقطة 2 3 4 5، يبقى عندي خمس معادلات في خمس مجاهيل، آخد بس كل معادلة يبقى فيها حاجة لوحدها في طرف بدلالة الحاجات التانية، ونعمل إيه؟ اروح بقى جايب المعادلات دي واشوف القيم المعطاه عندي في المساله اللي هو الانيشال كونديشنز الموجوده عندي او الدريتشلت باوندري كونديشنز المعطاه فاي نوت بكام وفاي ال بكام، الانفلو بارامتر اللي هو الفاي نوت اللي هو بصفر هنا في المساله وبواحد عند الخروج، واعمل بقى انيشال جيس او احط قيم مناسبه قيم مبدئيه. طبعا نعمل الجدول وهنزود هنا في الجدول ايه فاي نوت في الاول وفاي ال، انا ما كنتش عاملها قبل كده في شغل الميد ترم على اعتبار ان فاي نوت وفاي ال دي قيم ثابته ما بتتغيرش وانا شغال، يعني اللي بتغير معايا الفاي 1 لحد الفاي 5، بس هي هتبقى افضل لو عملت الفاي نوت والفاي ال والفاي ال حطيتهم في الجدول كده هيبقى الوضع افضل، حتى لما تيجي ترسم هتلاقي الموضوع الدنيا اوضح يعني. طيب لما اجي احط انيشال فاليوز احطها بالشكل ده، طبعا الانيشال فاليوز دي زي ما اتفقنا قبل كده تقدر تحطها اي حاجه بين القيمتين اللي هو 0 و1، يعني ممكن تحط 0 كله 0 عادي، حط 1 كله عادي، حط افريج فاليو يعني 0 وال1 نص حط كله نص مفيش اي مشكله، بس دي هتطلع معاك حل افضل حل احلى، يعني شكله وانت بترسم كده يبقى شكله حلو كده ومتاكد ان انت ايه شغال مظبوط. اللي هو ايه اللي هو ازاي، بص كده من صفر لواحد اقسمه على عدد الاليمنتس اللي هم خمسه، فمن صفر لواحد اللي هو واحد من صفر يديني واحد على خمسه اللي هي 2 من 10، فالمفروض ما بين كل نقطه والثانيه 2 من 10، ما بين الواحد والاثنين 2 من 10 وهكذا، بس ما بين البدايه والبدايه اللي هي الفاي نوت واول قيمه اللي هي الفاي واحد نص بس الحاجه، يعني 2 من 10 على 2 هي 1 من 10، هنبدا بايه 1 من 10، طبعا هي في الغالب يعني المساله بتيجي بنفس الارقام من 0 ل 1 فهتبقى 0 و1 من 10، وبعدين ازود 2 من 10 2 من 10 2 من 10 2 من 10 بقى معايا 1 من 10 زي ما احنا متعودين دايما، حتى لما اجي ارسم برده الرسمه هنقسم بالشكل ده برده. طيب هاخد القيم الانيشال دي، وده هتعرف اهميه اللي انا فرض الانيشال كونديشن بالشكل دوت، هيفرق معاك لما تيجي تشوف الرسمه تطلع معاك زي ما النهارده برده في السلايد الجايه ان شاء الله. هاخد القيم دي واحطها فوق هنا، احطها في المعادله دي، يطلع لي فاي 1 2 3 4 5 ارصهم، وخلي بالك فاي نوت وفاي ال بنفس القيم، امسك اله حاسبه كده وعوض، خد القيم دي كلها وعوض هنا، احسب فاي 1 و2 و3 و4 و5 هيتغيروا، بس خلي بالك فاي نوت وفاي 1 قيم ثابته مش هتتغير. نفس الكلام اخد القيم الجديده دي كلها على بعضها واحطها هنا واطلع اشوف 1 و2 و3 و4 و5 طلعوا ازاي،
نفس الكلام فاي نوت وفاي ال قيم ثابته نفس الكلام، اعمل ايتريشن ثلاثه. هيطلب منك في الامتحان في الفاينل تعمل ثلاث مرات، في الميدترم كان اثنين بس، لا في الفاينل هيطلب منك ثلاث مرات اعمل ثلاثه ايتريشن بالشكل اللي قدامك ده. طيب بعد ما عملنا الجدول وطلعنا القيم دي اعمل ايه؟ اوقع. نرسم بقى، تعالى ما نشوفها نرسم ازاي. ده توقيع القيم اللي طلعناها كرسم. طيب تعالى نشوف هنعمل الكلام ده ازاي في الامتحان. مبدئيا كده الافقي اللي هو الاكس هنقسمه ازاي؟ زي ما اتفقنا، سيب مربع وحط اول نقطه، اول حاجه اللي هو دي المفروض فاي واحد، دي المفروض فاي واحد، وهنا المفروض فاي نوت، فاي نوت هنا بصفر دايما، والنهايه خالص اللي هي فاي ال هنشوفها نوصلها ازاي. ما تروحش حط النهايه، امشي واحده واحده توصل النهايه طبعا اللي هي عند الواحد بقيمتها واحد برضه. طيب يبقى ده اول حاجه هسيب مربع، وبعدين هسيب مربعين، سيب مربعين وحط الايه؟ الفاي 2. انت ممكن تمشيهم كده ايه 0 1 10 2 10 3 10 لحد الواحد، بس خلي بالك لما تيجي احط قيم او مواضع الفاي 1 و2 و3 و4 و5 حطها ازاي؟ اول فاي اللي هي الفاي 1 بعد البدايه بايه؟ بنص الدلتا اكس اللي هي ايه؟ عند 1 من 10 اللي هي نص الدلتا اكس، الدلتا اكس ب 2 من 10 على 2 اللي هي 1 من 10، او اسيب مربع واحط فاي 1 وبعدين امشي مربعين اللي هو 2 من 10 1 من 10 زائد 2 من 10 اللي هي 3 من 10، احط قيم الفاي 2 دي قيم الفاي 2، وبعدين نفس الكلام مربعين قيم الفاي 3 قيم الفاي 4 قيم الفاي 5، وفي الاخر يبقى لي ايه؟ مربع واحد، مربع واحد عند الايه؟ دي الفاي ال، المفروض هنا احط الفاي ال اللي ده المفروض ده المفروض ان هي احط هنا ايه؟ قيم الفاي ال عند النهايه اللي هي تطلع قيمها بايه؟ بواحد. وطبعا الفاي نقسمها من 0 ل 1 بالشكل ده 0 1 من 10 2 من 10 3 من 10 4 وهكذا لحد ايه؟ الواحد. طب نيجي نرسم، تعالوا كده نحط الانيشال فاليوز، حط كده الانيشال فاليوز هتلاقي ايه؟ مع الصفر بصفر، مع الواحد من 10 بواحد من 10، مع ال 3 من 10 ب 3 من 10 وهكذا. هتلاقي نفسك بترسم خط مستقيم، خلي بالك ده الخط المستقيم ده فاكرينه اللي هو بتاع الايه؟ بتاع شغل الديفيوجن اللي كنا بنرسمه، ده الاكزاكت سوليوشن بتاع الديفيوجن لما يكون مفيش عندي خالص كونفكشن. اعمله كانيشال انيشال جس اشتغل بيه. لما تيجي تحسب وقع قيم القيم اللي باللون الاحمر دي هتلاقي ايه؟ راحت في اتجاه ما، ممكن تكون نزلت لتحت وممكن طلعت لفوق على حسب ايه؟ السرعه موجبه ولا سالبه. لو السرعه موجبه هتلاقي نفسك بتنزل لتحت، يعني برضو خلي عندك سنس كده وانت بتشتغل، لو السرعه موجبه لازم هتلاقي القيم بايه؟ بتنزل لتحت، لو السرعه سالبه هتلاقي القيم بتطلع لفوق، وهنعرف برضو ايه في السلايد اللي جايه الرسم بتاع ايه؟ حاله السرعه السالبه. فبالنسبه للسرعه الموجبه هتلاقي نفسك بتنزل لتحت، وكل ما بتعمل حل جديد تلاقي نفسك بتنزل اكتر وتنزل اكتر، شوف كده ازرق احمر اخضر اسود اهو بنفس الترتيب. انت عمال تروح للاكزاكت سوليوشن، طبعا الاكزاكت سوليوشن ده انا رسمه باستخدام المعادله اللي موجوده في المحاضرات اللي هو الاكزاكت سوليوشن بتاع الكونفيشن ديفيوجن ترم في الوان ديميشن اللي موجود عندنا في الشغل بتاعنا، فمجرد بس رسمته كده بس انت مطلوب منك ترسم بس توقع القيم اللي طلع معاك، انت هتلاقي نفسك رايح ناحيه الايه؟ الاكزاكت سوليوشن، كل ما تعمل ايتريشن كل ما تقرب اكتر للايه؟ للاكزاكت سوليوشن. خلي بالنا ان في تقوس كبير، ليه؟ لان كومبليكت نمبر كبيره شويه. كل ما كومبليكت نمبر تبعد عن الصفر كل ما التقوس يزيد، كل ما تقرب من الصفر كل ما التقوس يقل، كل ما اقرب من الخط الايه؟ المستقيم. وعلى فكره لو بيكليت نمبر بصفر الحل هيكون هو الاكزاكت اللي هو مين؟ اللي هو الايه؟ الخط المستقيم ده اللي هو بتاع الديفيوجن، ما فيش كونفكشن اصلا، هيبقى الديفيوجن اللي كنا بنشتغل عليه قبل كده. طيب تعالى نشوف لو السرعه سالبه هيبقى الوضع عامل ازاي؟ لو السرعه سالبه نفس المساله طبعا يو بس بالسالب بس، يعني نفس السرعه 2 بس بسالب، وهيطلع نفس البيكت نمبر بالرابع، خلي بالك النمبر ايه؟ رقم موجب، ما تحطلوش اشاره سالب بقى. فهيبقى هتلاقي نفسك لو جيت ترسم الاكزاكت سوليوشن هتلاقي الكيرف اللي فوق كده، ولما تيجي تحسب القيم احسب بقى القيم كده واعمل الجدول نفس الجدول واحسب القيم كده هتلاقي دي ده الاكزاكت ده الانيشال اهو، وهتلاقي نفسك بتزيد بتروح ناحيه الحل، انت عمال كل ما تعمل ايتريشن كل ما بتروح للايه؟ للحل الاكزاكت بالشكل ده. وطبعا ما تنساش ترسم في الامتحان الليجند بشكل كويس يعني، وتوضح كل خط بيمثل ايه بالظبط، وترسمه في مكان مناسب يعني زي ما احنا موضحين كده. طب في حاله السنترال ديفرنس، الرسم برضو بتاع السنترال ديفرنس اهو نفس الكلام، بص كده تلاحظ ان التقوس قل، ليه؟ لان قيمه بيكليت نمبر قلت، قيمه بيكليت نمبر قليله، ولان السرعه موجبه فانا لسه لتحت، لو السرعه سالبه هبقى لفوق، هيبقى بالشكل ده لفوق، انما هنا انا لتحت كده لان السرعه موجبه، والتقوس قل يعني القوس الاكزاكت الحل الاكزاكت قرب قوي من ايه؟ قرب قوي من اللينير سوليوشن او الحل اللي هو بتاع الديفيوجن اللي هو بتاع الايه؟ الخط المستقيم ده. وتلاحظ ان الايتريشن نفس الكلام برضو ايه؟ رايحه تقرب او رايحه ناحيه مين؟ رايحه ناحيه الاكزاكت سوليوشن بالشكل ده، كل ما بعمل ايتريشن كل ما بقرب للحل وهكذا. طيب مهم جدا تبقى عارف الكلام ده، لان في سؤال برضو في الامتحان مستقل عن المساله دي بيجي سؤال بالشكل ده اللي هو يجيب لك
رسمه فيها اربع كيرفات بالشكل ده، وكل كيرف منهم ليه اسم على حسب الايه الشكل بتاعه. ده ليجند اهو للرسومات اللي عندك، وفي جدول معطى بالشكل ده ومطلوب منك تملى بقيه الايه الجدول. يعني مش لازم تكتب الجدول تاني في الامتحان، انت بس ايه هتقول لي واحد ده عباره عن ايه، اثنين عباره عن ايه، ثلاثه اربعه وهكذا. رقم الكيرف، الحاله واحد دي القيم دي بتاعت انهي كيرف وهكذا بقيه القيم. طبعا هنا مديني القيم بالوحدات اهو، الرو بالكيلو جرام لكل متر مكعب، دي الكثافه. الجاما كيلو جرام لكل متر ثانيه، دي اللزوج على فكره، دي مش الكي. يعني هنا الجاما دي حاجه محدده اللي هي الميو، دي المساله دي بتاعت ايه، بتاعت حاله المومنتم، بتاعت معادله مومنتم مش معادله انرجي ايكويشن. لو كان وات لكل متر كلفن الجاما، ده يبقى كي معادله الانرجي ايكويشن، واليو طبعا ايه متر على الثانيه. تعال بص كده على القيم. اول حاجه بحدد بيها حاجه مميزه في كيرف، يعني اللي هو الكيرف اللي تحت ولا فوق، التقوس يعني اللي تحت كده ولا لفوق. تقول لي ما لو رحت لتحت ولفوق هلاقي مثلا كيرفين في اثنين لفوق، بس خلي بالك في تقاوس بيزيد، يعني الكيرف ده التقاوس بتاعه اكبر من الكيرف ده. فكل ايه اللي بيخلي ان التقاوس يزيد؟ بيكليت نمبر. يبقى انا عندي حاجتين بحدد على اساسهم، بختار على اساسهم الكيرف، اشاره السرعه وقيمه بيكليت نمبر. اشاره السرعه بتقول لي الكيرف اللي تحت ولا لفوق، فالكيرف اللي تحت ده مثلا اكيد السرعه بتاعته موجبه، يعني اكيد بتاع حاجه من السرعات الموجبه. فين السرعات اهي اللي هو واحد او ثلاثه، يعني الكيرف ده يا واحد يا ثلاثه، مستحيل يكون اثنين، مستحيل يكون اربعه. الكيرفات اللي فوق دي، الكيرف ده والكيرف ده، دول بتوع سرعه سالبه، السرعه السالبه اللي هي 2 وايه و4. يبقى الكيرفات اللي فوق دي واحد منهم 2 وواحد منهم 4، مستحيل حاجه منهم تبقى ايه واحد او ثلاثه. الكيرف ده تحس ان هو لينير، هو مش لينير، هو بص كده السرعه كام، تكاد تكون بصفر، فالكونفكشن يكاد يكون معدوم، فتلاقي نفسك الحل تقريبا لينير بس موجب، يعني التقاوس لتحت شويه، يعني هو المفروض ده التقاوس لتحت بس هو مش باين قوي، تحس هو خط مستقيم بس هو في تقاوس لتحت. فده برضو بتاع ايه سرعه موجبه، من غير اي حسابات خالص اقدر اقول ان ده الحاله واحد. يعني اول حاجه ده اللي هو الاي ده هو ده الواحد، بس عشان نحدد برضو بشكل مؤكد نعمل ايه، احدد على اساس اشاره السرعه وقيمه بيكلت الكيرف ده. فاخد مثلا السرعات الموجبه الاول، السرعتين الموجبتين دول المفروض الكيرفين دول اشوف مين انا كيرف فيهم، نحسب بيكليت نمبر لكل حاجه. فبيكليت نمبر بتاع النقطه واحد احسبه، هلاقي قيمه قليله جدا اللي هي هقرب طبعا من الخط المستقيم. بتاع الحاله ثلاثه يطلع قيمه ايه؟ بواحد، يعني التقاوس بتاعه ايه بالشكل ده يكاد يكون يعني وحاجه وسط، يعني ما هوش كبير قوي ما هوش قليل قوي برضه يعني. فسرعه موجبه وبيكليت نمبر بالشكل ده، كل ما بيكليت نمبر يزيد بيكليت نمبر ثلاثه اكبر من واحد، اذا انا التقاوس بيزيد، يعني التقاوس واحد اكبر من التقاوس ثلاثه. نشوف كده في الشكل، واحد ده اللي هو ايه الاي، والشكل ده اللي هو بتاع السي النجوم دي، يبقى اي وسي، اي وسي، يبقى واحد اي وثلاثه سي. نفس الكلام نعمل مع ايه، مع النقطه 2 والنقطه 4، السرعات سالبه يبقى هما الاثنين اللي فوق دول. طب عايز احدد مين الكيرف ده رقم 2 والكيرف رقم 4، اشوف قيمه بيكليت نمبر. طبعا بيكليت نمبر كرقم موجب السرعه سالبه، بس ايه اما اخد قيمه السرعه بس في حساب بيكليت نمبر، فيطلع معايا واحد او يعني قيمه بيكليت نمبر في حاله 2 ب 6 من 10، وقيمه بيكليت نمبر في حاله 4 ب 2. خلي بالك بيكليت نمبر بتاع القيمه 4 اكبر من ايه بتاع 2، يعني انا موقع وعارف يعني بناء على القيم، يعني وهتحسب الاول وبعدين تشوف الحاله دي الحاله 2 دي انهي كيرف في الاثنين، تحسب الاثنين وقارنهم ببعض، اقارن 4 ب 2 واشوف ايه اللي تقوسه اكبر، يبقى ده بتاع من ايه البيكليت نمبر اكبر يعني. طيب يبقى انا الكيرف ده اللي هو المثلثات، ده المثلثات ده اللي هو الدي، والنقط ده اللي هو البي، اذا 2 هي البي و4 هي الدي بالشكل ده. يبقى احنا كده تمام. مطلوب منك بس في الامتحان تحسب الحسابات دي، وعلى هذا الاساس تقول ايه ان 1 هي الاي و2 هو البي و3 هو السي و4 هو الدي. مش لازم تكتب الحاجات دي تاني، مش لازم تعمل الجدول اصلا يعني، بس مجرد بس ايه تقول لي ان 1 هو الاي وهكذا يعني. وبكده نكون خلصنا السكشن النهارده، ارجو انكم تذاكروه بشكل كويس، تذاكر كذا مره يعني، تمسك ورقه وقلم كده وتكتب وراه بالتفصيل كل اللي بكتبه بالتفصيل، يعني بحيث ترجع تقارنه او حتى تاخد سكرين شوت للحلول اللي بنعرضها، بحيث تقارن لما تيجي تذاكر مع نفسك بقى، يعني لما تيجي امسك بقى المساله من الاول كده، امسك افتح مساله شيت وجرب تحلها لوحدك من غير ما تبص على الحل خالص في الاخر بعد ما تذاكر يعني، وبعدين قارن الحل اللي بتوصل ليه في النهايه بالحلول وامشي معاها خطوه خطوه. ولو غلطت في اي مشكله يعني حاول تعالجها، عشان ايه احيانا بتكون مفكر ان انت حل صح بس انت عامل مشكله، يعني عامل حاجه مختلفه او عامل حاجه غلط بتنقص عليها وانت طبعا مفكر ان انت حل صح. واتمنى لكم دايما كل التوفيق والنجاح.